لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في بحث السلفية لعده الشيخ مصطفى محفوظ جزاه الله خيرا. الباب الأول يقول: تعريف السلفية. يقول: قبل أن نتعرف على هذا المصطلح ونعرف أصله، نرى أننا بحاجة إلى عرض سريع لوجهات نظر كثير من الناس عن السلفية ومرتكزاتهم في التعريف. هو هيبتدي يرصد هنا أن الناس اللي بتتكلم عن السلفية بتتكلم عنها بناء على إيه؟ يعني إيه الأدوات؟ إيه المعايير؟ إيه الموازين اللي هيستعملها للكلام عن هذا المفهوم؟ على فكرة ممكن واحد يكون يعني بيمدح في السلفية، بس هو بيستعمل مفهوم غلط، وبيستعمل أدوات خطأ، وبيستعمل موازين خطأ، فبيمدح مفهوم خطأ وإن سماه إيه؟ سلفية. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة. الجزء ده تقريبا هو جابه بنصه كده أو بتصرف من كتاب السلفية وقضايا العصر للدكتور عبد الرحمن الزنيدي. بيقول: البعض يعرف السلفية بناء على مواقفه مع المنهج السلفي، سواء كانت مواقف تراثية كالموقف الاعتزالي، أو مواقف عصرانية عقلانية أو علمانية. فإذا وجد في السلفية ما يتفق وبعض عناصر موقفه ولو بتوافق لفظي، فإنه يتصوره من خلال موقفه هو، ويسبغ عليه صفات المدح والتجديد والتحرر والاستنارة، وما وجده مخالفا لموقفه عده تحجرا وتقليدا وظلامية. حد يعرف يقول لنا مثال كده في ضوء الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه ده؟ جزاك الله خير يا دكتور والله. تعالى لي بقى كده عشان انت عايزك في مجال الرؤيه. كلام جميل. يوسف زيدان نموذج، ابراهيم عيسى نموذج. هو ابراهيم عيسى دلوقتي بيمدح مين من الفرق القديمه؟ المعتزله. وفي القصه بتاعته، الروايه اللي اتعملت فيلم، الروايه اسمها ايه؟ روايه مولانا. هو حاول يحط فيها الجزء ده، ان مين اللي بيفهم في الناس المسلمين القدماء دول والتراثيين دول، مين اللي بيفهم، مين اللي عنده دماغ؟ هم المعتزل. وبعدين شايف ان الواعظ او الداعية اللي هو ذكره ده، اللي هو حطه بطل للرواية، انه المجتمع في حالة من الغثائية وفي حالة من قلة العقل وقلة الفهم اللي تمنعه من انه يجهر بآراء المعتزلة، فيبقى بيبص لهم بنوع من التسامي والتعالي كده. حتى بقول له: مين المعتزلة دولت؟ قال له: ده ناس كبيرة كانت بتلعب في الأهلي واعتزلت فسموهم المعتزلة. فأنا عايزك تدرك بقى إن هو عايز يوصل إيه من خلال هذا المفهوم. لا، ده السلفية ده المعتزلة دول كانوا في القرن الكام؟ كانوا في القرن الثاني، صح؟ ازدهارهم يعني، وأصل نشأتهم كانت كمان قبل القرن الأول ما ينتهي، من أيام الحسن البصري، واصل ابن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن. يبقى دول يطلق عليهم في الحقبة الزمنية سلفيين ولا مش سلفيين؟ مش كده؟ يبقى هو هنا هيعرف السلفية بناء على مواقفه من المنهج السلفي، زي ما اقول لك اهو، سواء كانت مواقف تراثية كالموقف الاعتزالي، أو مواقف عصرانية عقلانية أو علمانية. فإذا وجد في السلفية ما يتفق وبعض عناصر موقفه ولو بتوافق لفظي، فإنه يتصوره من خلال موقفه هو،
يبقى هو من خلال كلامه هو وتصوره ورؤيته اللي هو فرضها سلفا يقول ده الناس الاسلاف دول كان فيهم ناس ممتازين ومش كل السلفيين وحشين. مين السلفيين الحلوين من وجهه نظرك ايها الكاتب الكبير؟ المعتزله السلفيين كويسين. وصل المعنى كده؟ بيقول والبعض فريق تاني يعرف السلفيه من خلال تصرفات بعض الاشخاص لمجرد انه اعلن انتسابه للسلفيه او لمجرد انه ليس باخوان او جماعه اسلاميه او اظهر بعض العلامات المميزه للسلفيه وقد يكون مضادا للسلفيه. فيعرف السلفيه بناء على تصرفات اشخاص ويحكم على المنهج من خلال هذه التصرفات. ودي برضو كانت بتقابل لما يطلع بعض الدعاه زي الشيخ البدري الله يرحمه، كان اسمه الشيخ يوسف البدري، هو فعلا مش منتسب لجماعه الاخوان ولا هو تبع جماعه التبليغ، طب هو في الهدي الظاهر متسنن. يقوم واحد زي مثلا محمد الباز لما عمل كتاب اسمه الشيوخ من نفاق الحاكم الى نفاق الله، وقعد يحط فيه كل اللي يخطر في بالك من الدعاء. فهو هيصنف واحد زي كده، ممكن لما يجي يتكلم عنه وبعض الصحفيين وغيرهم لما يجي يتكلم عن يوسف يحطه في زمره الايه؟ هو بناء على ايه؟ هو متسنن في الهدي الظاهر وليس لا يعرف له انتساب لجماعه الاخوان او لغيرها، فبالتالي يبقى احطه فين؟ مين اللي محدش بيدور عليهم ولا حد بيقول له بيحامي عنهم؟ هو حطه في وسطه. والبعض يعرف السلفيه بالنظر الى التطورات الفكريه للعلماء والمفكرين المسلمين وتنوعاتها ويعتبرونها تمثيلا للسلفية. والبعض ينظر للسلفية على أنها عالم بعينه ويتصور أنه حامل للسلفية، فما قاله فهو السلفية وإلا فلا. وللأسف هذا الاتجاه الأخير قد يقع فيه كثير ممن ينتمي للسلفية. زي مين مثال؟ المداخلة، جزاك الله خير يا محمود، أنت من يوم الراجل ده محمود ما كان موجود وأنت مركز على الموضوع ده جامد. فعلا مشكلة كبيرة والله، المداخلة دي مشكلة كبيرة. احتكار السلفية واحتكار الكلام باسم السلفية بالكاف، احتكار يعني ان السلفية وصف خصوصي وحصري عليهم، وان ما قالوا فلان. طب بتعملوا في حالة الانشطار، حالات الانشطار اللي عندهم لما يحصل تشظي او انشطار يبقى مثلا فالح الحربي على راس مجموعة خلاص يبقى ده هو السلفي وهكذا. نفس القصة دي، وشوف انت اعتبر باللي حصل في مصر، شوف الدكتور سعيد رسلان والشيخ هشام البيلي كانوا اتجاه واحد وكانوا يتعاضدون في او يتعاضدان في اشياء كتير جدا. لما وقع النفره ووقع التشظي والخلاف شوف دلوقتي بقى ده بيتكلم عن ده ازاي بشكل فعلا تتعجب. يعني لو انت حاولت توصف اسوأ انسان في العالم لا يمكن ان تسعفك الفاظك ولا يمكن ان تسعفك يعني كلماتك انك تقول اللي هو قاله فيه وردود واستنزاف للناس في الامر ده. برضو عشان الامانه يعني مش بس مقصور على المداخله، ده ملمح تقدر تقول ان هو يعني كون في وقت من الاوقات فكر بعض شباب السلفيين، وهو انه يكون اسير لجهه ما او لعالم ما. فمثلا بعض الناس كان اسرى دايما للجنه الدائمه في الفتوى في السعوديه. فاللي بتقوله اللجنه الدائمه للفتوى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، وابن باز عالم وعلم ما حدش يختلف على كده يعني، لكن في النهاية ابن باز عالم سلفي وليس هو السلفية. وصل المعنى ده يا اخوانا ولا ما وصلش؟ فبالتالي كان لما يقع مخالفة مثلا في قضية زي قضية العذر بالجهل ويقع فيها كلام مثلا من أحد العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، وإن كلام يقول فيه طبعا نقل عنه القولين ليه كلامين في الفتاوى، كلام بانه ما بيعذرش بالجهل وكلام بقى لا ان المساله فيها تفصيل او توقف. طب الكلام ده لما تيجي تحب ترجعه يقول لك انت كده بتخالف الايه؟ بتخالف السلفيه؟ لا، احنا انت بتخالف كلام الشيخ ابن باز في المساله دي بس. يبقى ابن باز علم كما هو وتبقى السلفيه كما هي، ويرد على مثل هذا الخطا او على مثل هذه المسائل. نفس القصه اللي بيبقى اسير للشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني علم وعالم ويعني مصلح، ويعني الناس أربع من أن يعني ينور قبره ويقدس روحه لما أسدى للمسلمين من جميل، وهو اللي خلى عوام المسلمين يعرفوا كلمة حديث صحيح وضعيف. ويكفي ذكر حكم الألباني على الحديث حتى تطمئن النفس إليه عند عامة المسلمين.
ده أمر مهم جدا. لكن في النهاية طب هو الشيخ الألباني رحمه الله تفرد في مسائل فقهية لم يتابعه عليها غيره من العلماء. طب الكلام اللي عمله الألباني رحمه الله يبقى هنقول اللي بصص للسلفية على إنها الألباني رحمه الله يبقى بينسب كل كلام الألباني للإيه؟ للسلفي. ولو أنت خالفته يبقى أنت بتخالف السلفي. وبرضو اللي هنقوله في ابن باز رحمه الله هنقوله في غير ما الألباني رحمه الله إلا إمام من أئمة السلفي أو عالم من علماء السلفي. فيبقى أن يرد عليه وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام قوله على ابن تيمية رحمه الله. هو في مسائل في العقيدة أو في بعض المسائل في الفتاوى الفقهية ابن تيمية خالف فيه. يعني الأزهر في مصر بياخد بقول ابن تيمية في مسألة واحدة تقريبا في مسألة طلاق الحائط أنه لا يقع. طب ما ده خلاف كلام جماهير أهل العلم. وإحنا معلش نحن أولى بابن تيمية رحمه الله منهم ومع ذلك نحن لا نقول بهذا الكلام. اللي هو بقى عموم السلفيين في الدنيا كلها بيقولوش بالكلام ده. انا بقول عموم لان في ناس بتقول بنفس الكلام وده يعني في مواقع الاسلام سؤال وجواب فتاويهم في الطلاق بيقولوا كلام تيميه. والامر ده محتاج فعلا ايه يعني الاخوه تاخد بالها منه. فهل احنا ابن تيميه عالم وامام ومجدد ومن المصلحين وله ايادي بيضاء على السلفيين وعلى المنهج وعلى كل شيء ومع ذلك يؤخذ من قوله ويرد؟ وبعض مسائل العقيده زي التسلسل او بعض مسائل العقيده زي حوادث لا اول لها وقع فيها ايضا كلام وفيها اخذ ورد. والكلام عن مساله الجنه وان كان ابن تيميه كلامه فيها مش واضح اسمه فناء النار كلامه فيها يعني غير واضح. واللي ينسب ليه الكلام بصوره اكبر هو ابن القيم رحمه الله الى غير ذلك من المسائل. فهيبقى برضه في النهايه ان السلفيه مش حكر على عالم بعينه مهما كان ايه قدره مهما كان قدره يبقى ان هو يوصف انه عالم وانه امام وان كان ندت عنه بعض المسائل ترد عليه. ودي نقطه قوه مهمه جدا واحنا بنتعامل مع الاشاعره ونتعامل مع الماتريديه وغيرهم. عشان كده هم حريصين دايما يقولوا علينا وهابيين او تيميين. عشان ايه؟ عشان النقطه دي ان هو لما يخبط في الشيخ الاسلام تيميه او في الامام محمد عبد الوهاب يبقى بيخبط في منهجك. لان انت اكتر نقطه ضعف بتقولها له ايه؟ بتقول له دلوقتي انت قبل ما يبقى الاشعري موجود المسلمين كانوا بيتعبدوا ازاي؟ صح؟ يعني دلوقتي تقول احنا العقيده الاشعريه صح؟ العقيده الاشعريه دي الاشعري مولود سنه كام؟ في اواخر ال 200 و250 تقريبا او 230 على ما انا فاكر في الوقت ده في القرن الثالث يعني. طيب انت دلوقتي الاشعري قبل ما يتولد او قبل ما يبقى هو الامام ابو الحسن الاشعري الناس كانت بتعتقد ازاي؟ وكذلك الكلابية وكذلك الماتريدية وكذلك غيرهم. فهو يتمنى انه يحصرك في نفس النسبة دي. احنا عمرنا بنقول احنا وهابيين وعمرنا نقول احنا تيميين. ابدو حق عقيدة اهل السنة والجماعة او تقول احنا السلفيين صح؟ فهو قوم يحطك وصف تقبيحي انت حشوي عشان خاطر ينفر من ايه؟ من هذا الامر. فننتبه لان حصر السلفية في اجتهادات بعض العلماء ضيق علينا اشياء كثيرة واوقعنا في خصومة مع المجتمع. الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه له محاضرتين بعنوان السلفية منهج ملزم لكل مسلم اللي هم نازلين برضو باسم سبيل المؤمنين ليهم كذا اسم يعني ونازلين وتفريغهم موجود. لا هو كان بيتكلم على مسألة ان السلفيين ليسوا جزيرة منعزلة من وسط الأمة وقال اللي يلقى عليه باللائمة في هذا الامر هو السلفيين انفسهم. احنا مش جزيره منعزله في وسط المجتمع. ما احنا ما عندناش انغلاق على معنى معين لا بالعكس. انت جزء من المجتمع. جزء من المجتمع بتعيش الامهم وتعيش افراحهم واطراحهم. قضيتك انك تحملهم على الفهم الصحيح للاسلام. اما ان انت تحاول توصف نفسك على ان انت ودي بعض الناس برضو ممن ينتسب للسلفيه كان يحبها جدا. الدعوة للإغراب كإغراب البحث عن الغربة كغربة مش إن الغربة دي تعتبر أمر كوني قدري لما ينزل بي أتحمل ألم ومررته. عشان الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين واحد عايز يروح يخطب الجمعة بينه وبين المسجد 3-4 كيلو وهو راجل فقير أو بسيط معهوش سيارة أو حاجة فراح على رجله وصل طبعا راح بدري وتمشى في الطريق والجو حر بهدل العرق ده تمام. هو يؤجر على المجهود ده ولا يا اخوانا؟
مش وده قطعا اجر اكبر من اللي راح بسياره. خلاص كده. طب ايه رايكم واحد بقى عنده سياره وميسور يقول لك انا هسيب الايه السياره وامشي اطلع بالخطبه بساعه ساعه ونص والشمس تلسعني وامشي اروح ابهدل نفسي، ايه رايكم في الفعل ده؟ ايوه ليه بقى؟ ليه هو غلطان في الفعل ده اخوانا؟ لان انت في فرق بين انك يقدر عليك المشقه فانت تصبر عليها وتتحملها لله، وبين ان انت تسعى انك تجيب المشقه بايدك لوحدك كده. يعني واحد يقول لك انا هروح حج ماشي، ليه يا عم عايز تحج ماشي ليه؟ لا طب في طياره، طب ما في وسائل مواصلات اكثر ايه. عشان كده في الحديث بتاع عقبه بن عامر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اختي نظرت ان تحج ماشيه، قال ان الله غني عن تعذيب اختك نفسه. هو ربنا غني عن تعذيب نفسه، مرها فلتركب، وفي روايه ثانيه تكفر عن يمين. نرجع لكلامنا تاني ان ايه، ما ينفعش نتعامل مع السلفيه ان احنا السلفيين دول جزيره. فبعض الناس كان يحاول يغرب في اللغه، يغرب في طريقه اللبس، يغرب في اطاله الشعر، الاغراب ان انا يبان ان انا غريب في وسط الناس، كان الغربه ده وصف انا حريص على ان انا اوصف بيه. ودي اللي فرق يعني، ديت اللي خلت ناس كتير كانت تقول لك انتوا عم تهتموا بالتدين القشري. ما هو فعليا لما تلاقي واحد شاب كان ليه ماضي مؤلم، وبمجرد او ما دخل المسجد وحاول ياخد قرار بالالتزام، بدا كل الحاجات اللي غيرها في حياته حاجات ايه؟ في الشكل بس. يبقى فعلا انت التهمه دي بتثبتها عليك ولا مش بتثبتها عليك؟ لكن فعليا هو بدا ياخد خطوات جاده في تغيير اخلاقه، بدا ياخد خطوات جاده في طلب العلم، حتى طلب العلم نفسه. في بعض الناس كان مولع بالغرائب، مولع بانه يدخل في بعض الفنون مما لا تحتاجه الامه فعلا، او هناك من هو من الفنون ما هو اكثر الحاحا وضروره للطلب. طيب كمل كلامه. والبعض ينظر للسلفيه بناء على الحركات الكنسيه التي ظهرت في اوروبا ويشبهها بها، وده كتير جدا بقى في طبقات المثقفين. ويعني مثلا فاطمه نعوت هي كلامها عن السلفيه من النقطه دي، ده كلامها فعلا على السلفيه بالطريقه دي، استحضار واستدعاء كل التاريخ اللي درسته او اللي قراته عن التاريخ الاوروبي والعصور المظلمه والحركات اللي فيها. هي دي تفكيرها في السلفيه. خالد منتصر نفس القصه بالظبط. كتير جدا بقى من اللي بيسموا مثقفين وسموا نخبه، سواء بقى كتاب او صحفيين او منهم اساتذه جامعه او غيرهم، بيبص من النقطه دي لان دراسته غربيه. هو السوفت وير اللي نازل هنا سوفت وير غربي، فبالتالي بيجي يقيم الكلام ده، بيقيمه ايه؟ من المعايير دي. انت اقعد بقى احكي له مهما تحكي له، هو السلفيه عنده عداء بين ناس متحجره والعلم المعاصر. يعني احنا مش كده. لا هم كانوا كده في اوروبا، ومارتن لوثر لما قام عليهم عشان كده. يا عم احنا مالنا ومال مارتن لوثر؟ يا عم احنا مش كده. هو بيستدعي نفس المعركه، ويحاول يسقط عليك على الشخوص اللي قدامه الـ 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 الرموز او الاسماء التاريخيه اللي في ذهنه. يعني مثلا هم لو هيقولوا قانون الحالات الثلاثه بتاع كونت، خلاصته ان يقول لك ايه، التصور الساذج على ان فيه اله والعياذ بالله يعني، وده التصور البسيط لاي عقل طفولي هو يستدعي ان فيه اله حركه كونت. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه يقول لك ان فيه التصور الايه، مبسط برضه بس يعني اقل شويه من الاول، هو الميتافيزيقا، ان في ما وراء الايه الاشياء دي حاجات بتبقى متحكمه فيها وغيره. عندكم نص تعبان. وبعدين بقى الايه الحاله الثالثه اللي هي حاله بقى الايه الوضع التجريبي او المذهب التجريبي، الحاجه اللي قدامك فاكرين بتاع جراد جرايند، فاكت نوثينج بات فاكت، الحقيقه والحقيقه وحدها بس اللي انت شايفه قدامك تتكلم عليه. وبيتكلم بقى عن نظريه الصراع، وان بيحصل جدليات ويحصل صراع بين مكونات المجتمع وبين مكونات الانظمه المختلفه، بينتج عنها ان الضعيف بينمحل ويندثر واللي بيكمل ايه؟ القوي. فهو عنده حته ان التاريخ ماشي لقدام. خلي بالك دي كانت بالنسبه لاوروبا نقله، لان قبل كده كان عندهم اعتقاد من كلام قديم ما يسمى اوريجانوس ان التاريخ دوره، دايره بتلف وتعيد نفسها وتلف وتعيد نفسها. فده اللي بدا يكسر لهم الحته دي، يقول لهم لا ده التاريخ ماشي لايه؟ لقدام. طب التاريخ ماشي لقدام،
انا عايزك تتخيل بقى ان انت كراجل استاذ جامعه درست انت الكلام ده وتهيأت ليه. التاريخ ماشي لقدام، يبقى انا لما بقول لك ارجع بينا 1400 سنه لورا، يبقى انا بعمل فيك ايه دلوقتي؟ يبقى انا فعلا بحكم عليك بالتخلف رسمي. اقعد بقى تناقش معاه، ممكن يكون راجل مهذب فمش هيشتمك في وشك، ممكن يكون مثلا راجل عاقل مش هيعمل معاك حده في، بس في النهايه السوفت وير اللي هنا مختلف تماما تماما. طيب بيقول بقى: وبناء على ما تقدم نجد ان وجهات النظر في تعريف السلفيه تتباين وتختلف، فالبعض يعرفها بانها اي ارتداد للماضي والتشبث باصول سابقه في عصور لاحقه، فاي نظريه معاصره لها اصول ماضيه يسميها سلفيه، سواء كانت سلفيه دينيه او استشراقيه او ماركسيه او غير ذلك. وفي اطار الاسلام فستكون السلفيه شامله لكل المذاهب المنتسبه للاسلام. والبعض يعرف السلفيه دون ان يمسك بها من زواياها الثابته خلال مراحلها التاريخيه، وانما يركز على جانب انفعالها مع العصر والظروف التي تظهر فيها. فالبعض يرى السلفيه هي سلفيه ابن تيميه فقط، او السلفيه الوهابيه فقط، وعندهم سلفيه ابن تيميه غير سلفيه رشيد رضا الى اخره. طب يا جماعه، ابن تيميه ده ما كانش متعلق في الهوى لوحده كده، ابن تيميه ده كان فوق منه ناس. ده كان مولود 668 تقريبا او 665 لحد 728. مين اللي كان قبل ابن تيميه؟ يعني انا عايز اعرف يعني ابن تيميه ال 600 سنه اللي فاتت دول كان فيه ايه؟ لا، هو اللي اخترع الاختراع ده هو ابن تيميه، ويحط ابن تيميه غرض ويكثف مجهوده كله في الايه؟ في الهجوم عليه. والبعض يعرف السلفيه على انها فتره زمنيه مباركه في تاريخ الاسلام، وهي فتره وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ثم انتهت. وده كلام الشيخ محمد سعيد البوطي رحمه الله. يقول ان السلفيه ديت مرحله، ما يعني ما عادش خلاص، ما عادش فيه منها، هي مرحله جت وخلصت، زي الصحابه كده. بس السلفيه ديت زي الصحابه، زي التابعين، جه خلص، حاجه جت وخلصت. والبعض يرى السلفيه بانها قفز على الواقع والغاء لمفهوم الزمان وإنكار لعوامل التطور والتغيير في الواقع، وهي زعم بأن تراثنا هو عزنا وفخرنا، وأن فيه حل لجميع المشكلات، وهي ارتداد إلى الوراء وتضحية بالعقلانية الفلسفية التي تصلك بالحقيقة دون حاجة إلى سند من النصوص. ودي طبعا أكثر ناس تتكلم فيها الشخصيات اللي هي بتنتسب للدين، ولكن بتتخذ العقلانية منهج، فبتهدر بقى الأحاديث، تقفز عليها، تهدر الإجماعات. يعني كان حدثنا كده الشيخ محمد صلاح وبحضر الدكتوراه في دار علوم، فواحد هناك بيقول للدكتور العوة في مناقشة من المناقشات كده، الدكتور العوة بيقول لواحد في مناقشة من المناقشات، قال له: ما تشوف لنا يا دكتور فلان حد من الباحثين اللي عندك يجمع لنا بقى الكلام ده ونخلص من قصة الإجماعات اللي كوش يقولها لنا ديت. هو شايف ان كلمه كل شويه تقول له كلمه اجماع ديت حاجه عقده، مش حاسبه اجماع. احنا خلينا الحاجه ايه يعني تترجم وفق مقتضيات العصر اللي انت عايش فيه. طب الاحاديث، يعني الاحاديث كلها حملت وجوه وكلها فيها يعني اجمالات ورواتها فيهم كذا، والنص البشري ده لما بيخرج من البق الواحد هيحمله بتنزع عنه الايه؟ النص الالهي قصدي. لما خلاص الوحي خرج من بق النبي عليه الصلاه والسلام، واحد هيحمله هتنزع عنه صفه الايه؟ القداسه، وهيبقى عرضه للخطا والصواب. وكلام بقى كلام في نهايته مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا مع الناس بتنتسب يا اخوانا اجمالا للاسلاميين. زي بقى الدكتور راشد الغنوشي، زي الدكتور محمد سليم العوه، زي الدكتور محمد عماره، زي الترابي، زي الناس اللي ايه اللي هي بتتكلم من الوجهه دي، يتكلم عن الاسلام كاسم الاسلام كويس جدا. لكن لما تيجي تخوض معاه في تفاصيل بقى، انت ايه المنهج الاسلامي اللي عايز الناس تتبناه؟ طب ايه المنهج المعياري اللي انت هتستعمله في فهم الايه؟ التراث او غيره؟ تتلاقي بقى كلام عجيب جدا. والسلفيه عند البعض هي حاله انكفاء على الذات في موقف دفاعي لا يعي العلاقه باوروبا الا من خلال الحروب الصليبيه، ولان السلفيه تفتقر لبرنامج اقتصادي واجتماعي كما يرى، اصبحت مجرد رد اخلاقي على قضايا سياسيه واقتصاديه.
وهي حالة من الخواء الفكري بدليل العودة إلى السلف الصالح والشعور بالضعف تجاه العلم الحديث ومكاسب الفكر الأوروبي، فهي هيمنة الماضي على الحاضر وغياب العقل واعتماد النقل، وهذا التصور هو تصور المعادي تماما للسلفية ويعرفها بحملة من الاتهامات زي ما قلنا بقى الاتجاه بتاع نعوت وخالد منتصر وكمعدو. والبعض يرى أن السلفية هي اعتماد القرآن والسنة مصدرا أوليا للعلم والعمل والأخذ بمفهوم الصحابة لما جاء به هذان المصدران خاصة في قضايا الاعتقاد. وفي الجانب التطبيقي فقد تركز الجهد على مقاومة التعصب المذهبي ونقد جزئيات كل مذهب في ضوء النصوص، وكانت النتيجة أن توقفت في كل بيئة من بيئات المسلمين على بعض الجزئيات في الملبس أو حركات الصلاة. ونظرا لوجود تيارات فكرية لا تتفق مع هذه التطبيقات أو مع الحدة في الدعوة إليها على الأقل، فقد أدى ذلك إلى زيادة التشبث بها حتى أصبحت السلفية لدى هؤلاء أخذا بجزئيات عملية تخالف المذاهب أو بعضها. والوقوف عند النصوص وفهمها ورفض معرفة الواقع، ولهذا نجد البعض يعرف السلفية بأنها تمسك بقائمة من الآراء الاجتهادية المنتقى ودفاع عنها وتسفيه للخارجين عليها ووصفهم بالبدعة. وعنده حق في الكلام ده ولا لا؟ انتوا متابعين معايا ولا لا؟ اللي بيقول ولا اللي بيعمل؟ لا، الاتهام ده ما هو ده اتهام عند بعض الناس بيقول كده. في بعض الناس كده فعلا يا اخوانا، عشان بس ما نضحكش على نفسنا. كنت قلت تسأل واحد مثلا تقول له ايه الفرق مثلا بين السلفيين والاخوان؟ يقول لك دول ملتحين ودول مش ملتحين. بقى هو ده فعلا الفرق الجوهري الوحيد اللي انت شفته في حياتك يعني؟ يعني هي اللحية، هي الفرق ده، اللحية دي التصور. طب هو لو كان الراجل ده مثلا واخد فتوى، طب بلاش، طب هو الصبح لو التحى اعفى لحيته الصبح بينزل بعض. فهي فعلا المشكلة يا اخوانا يعني، يعني هي فعلا مشكلة حقيقية يعني، تسطيح المسائل واختزالها في بعض المظاهر. هو يقول لك فعلا هي تمسك بقائمة من الاراء الاجتهادية المنتقاة ودفاع عنها، دفاع عنها باستماتة، مع ان دي كمكون من مكونات التدين لا، في حاجات اعلى بكتير. يعني هقول لك حاجة، انت لو عندك شخصية من الشخصيات اللي احنا بنشوفها في المجتمع دلوقتي، شخصية شاب اصابه شظايا من شظايا الخلل العقدي، واصابه وحل من وحل الادمان، واصابه وحل من وحل المشاهدة الاباحيات على النت والعلاقات المحرمة، وده واحد حب يجي لك المسجد وانت دلوقتي او انت اتعرفت عليه وخلاص، هو بتفتح معاه باب لابواب اصلاح شخصيته وانه يعيد صياغه نفسه من جديد، بتدعو الى الله عز وجل وتحاول تعدل له فكره. شوف انت ممكن المفروض ترتب افكارك في الكلام عايز ازاي. فهمت وانا اقصد ايه يا اخوانا؟ وفي نفس القصه لو واحد فعلا، يعني انا كنت اقول للاخوه كده كلمه عمي وطالب علم مش مرتبطه باللحيه، تلاقي اي اخ ملتحي يقول لك العوام بيعملوا كذا. يا ابني انت عوام والله العظيم، انت عوام. العوام ديت في مقابل طالب العلم. يعني واحنا قاعدين في مجلس وفي استاذ دكتور في كليه الشريعه فقه مقارن، تخصص فقه مقارن يعني، وفي وحليق واخ تاني قاعد معفي لحيته، مين الاولى بانه يتكلم في الفقه قولا واحدا؟ استاذ الشريعه، صح كده ولا لا؟ انت بقى لو راكب في عربيه زي اللي بيحصل عند كتير من الاخوه للاسف، هو راكب بيبقى راكب في سياره مثلا او في قطار او غيره، والناس كلها في عم الشيخ عم الشيخ، وهو مصدق ان هو عم الشيخ وعادي جدا بيتكلم وبيقول وبياخد راحته ولا اي حاجه، ولا عنده اي اندهاش ولا عنده اي مشكله في اللي هو بيقوله، مع ان انت بتكلف نفسك فوق طاقتها ليه؟ طيب ما انا من العوام وريح نفسي. فتنا فعلا، جزاك الله خير، صح. فالموضوع ده محتاج ان احنا نوقف معاه وقفه كده. فبرضو انا يعني الكلام اللي هو بيقوله ده للاسف، مع انه اتهام ومحاوله انتقاص للسلفيين، الا ان للاسف بعض الناس صدق عليه هذا الكلام. والمشكله بس مش في كده، المشكله في ناس بقى رافضه النضج ورافضه ان هو يعني يطور من شخصيته وان هو يعدل من اخطائه وان هو يقف على مواطن الخلل في مسيرته المنهجيه والدعويه. بيقول الاصوليه والسلفيه، الاصوليه والسلفيه دي برضو نقطة مهمة هيديها حظها من النظر شوية. بيقول في الفكر العربي المعاصر والإعلام بخاصة شاعت لفظة الأصولية بمعنى مقارب أو متطابق لدى بعضهم مع السلفية. الفكر ده بيشمل إيه؟ بيشمل الروايات، بيشمل المسرحيات،
بيشمل المقالات، التحقيقات الصحفية، بيشمل الندوات. يعني ده المكونات الفكرية المختلفة للمثقفين في العالم العربي. بيقول لك هو بالذات في الإعلام بيشع فيها ان لفظ الأصولية بمعنى ايه؟ بمعنى السلفية او مقارب للسلفية. هو بيقول بقى: ولما كانت الأصولية ترجمة لمصطلح غربي ساغ إيرادها هنا حتى تكون حاضرة في الذهن حين الكلام عن السلفية في الفكر الغربي ثم الفكر العربي المعاصر. عايز يقول بقى ايه علاقة، عايز يجيب مسألة بحثية كده، ايه علاقة الأصولية بالسلفية؟ ذكر صاحب المورد ان مصطلح فاندمنتاليزم تطلق على حركة تبلورت في القرن العشرين لدى البروتستانت تؤكد على أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ في العقيدة والأخلاق والأخبار التاريخية والغيبية كقصة الخلق ومجيء المسيح والحشر الجسدي. الكتاب المقدس عند النصارى بيتكون من إيه؟ العهد القديم اللي هي التوراة، والعهد الجديد اللي هو الإيه؟ الأناجيل الأربعة، والرسائل اللي هم الأربعتاشر رسالة. ده كله على بعضه كده اسمه الايه؟ الكتاب المقدس. عشان كده لما بتحب انت تقول لواحد مثلا احتجاج على قضية الفداء، الصلب والفداء بتاعتهم، تقول له طيب انا عايز اسأل سؤال، هو موسى عليه السلام او كل الانبياء اللي قبل عيسى عليه السلام كانوا فين من قصة الصلب والفداء ديت؟ يعني ليه ما حدش يفهمها ولا حدش يعرفها الا في الوقت ده؟ وانت في الكتاب المقدس تؤمن فيه ان الناس دخلت الجنة وناس من اهل البر، وفي على فكرة في أسفار الكتاب، في أسفار العهد القديم ذكر بقى لبدايات خلق السماوات وخلق الأرض وقصص بعض الأنبياء وغيره. قول لي بقى أنت الحاجات دي نعمل فيها إيه؟ فبيقول بقى إن الحركة دي طلعت تقول إن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ في العقيدة والأخلاق. البروتستانت مأخوذة من بروتست يعني إيه؟ يعترض. فالبروتستانت يعني المعترضون، دول مجموعة قامت كده. وكان اول واحد بدا كان مارتن لوثر، كان الماني. وانا اقول انا عايز اعرف مين اللي قال لكم ان فهم الانجيل او فهم الكتاب المقدس حكر على رجال الدين بس، وبدا ينادي باصلاحات تتعلق بالتعامل في مع الكنيسه ورجال الدين ونظامهم وكده. فبدا يطلع الايه الطائفه ديت معاها في تاريخ تطور تاريخي معروف يعني. فبيقول في بقى حركه تبلورت من وسط الطائفه اللي اسمها البروتستانت دولت تؤكد على عدة أشياء. أولا أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ في العقيدة والأخلاق والأخبار التاريخية والغيبية كقصة بدء الخلق ومجيء المسيح وحشر الحشر الجسدي وغير ذلك. خلي بالك أن الكلام ده هم بيزعموا أنه مقدس مع أن الحاجات دي إيه؟ منزه عن الخطأ، مع أن الحاجات دي فيها مصادمات للإيه؟ للعقل وفيها مستحيلات. فبالتالي كل الناس هتقول لهم أنتوا إيه؟ انتوا كذابين وانتوا مخطئين وانتوا متحجرين. فاللي هيجي دايما يربط بينك، خلي بالك بقى اهو، وبين الاصوليين الاوروبيين، هتيجي تقول له على القران، يقول لك القران ده ممكن يبقى فيه اخطاء، تقول له طبعا لا غلط، ما فيش حاجه القران فيه اخطاء، القران معصوم، ان احنا نزلنا الذكر ان احنا حافظوه. طب النبي عليه الصلاه والسلام سنته، السنه كلها محفوظه. طب ما في احاديث ضعيفه العلماء نقوها وموجوده ومعروفه. والحق لا يغيب عن الأمة، والأمة معصومة أنها تجتمع على باطل، والإجماع حجة. يبقى هو قوم جاي على طول حطك فين؟ حطك في نفس الخانة بتاعت الأصليين دولت. بيقول واللفظة من فوندامنتال التي تعني الأصلي أو الأولي وهي الأصولي. ومن أبرز صفات الأصوليين كما يرصدها الكتاب الغربيين يعني تنزيه الإنجيل أو الكتاب المقدس عن احتمال تسرب الخطأ إليه، ظاهرية التلقي لكلماته دون تأويل أو تحليل، التنكر لإنجازات العصر الحاضر في التصورات والأفكار خاصة العلمانية. في مجموعة من الفلسفات والأيديولوجيات والنظريات الفكرية اللي صاحبت التحول في أوروبا من الانتقال من العصور المظلمة ديت لعصور التنوير وانتقالها بقى لعصر النهضة وغير ذلك. كان في تطورات فكرية وفلسفية ومجتمعية كتير جدا. فالطائفة دي او الفرقة اللي نشأت ديت كانت بتاخد منها موقف العداء، في حين ان هو النظريات القديمة اللي الحاجات دي ثارت عليها وطورتها
كانت حاجات كلها ظلم وطغيان وفساد وافتراء كل شيء. فيبقى انت لما بتتنكر للانجازات العصريه اللي هي في المنتجات الفكريه بتاعتهم دي، يبقى انت في الواقع في حياتك بتدعم ايه؟ بتدعم الخرافه، بتدعم الفساد، بتدعم الظلم، صح كده يا اخوانا؟ لا، بتدعم القهر وعدم الحريات. كل ده بقى يلزم من كلامك ده. التشدد في التزام الدين واعتبار النصارى الذين لا يسلكون منهجهم في التدين خارجين عن الدين وسعيهم لفرض الدين على المجتمع بالقوه. خد دي كمان، اللي هيسال يقول لك انت عندكم حاجه اسمها جماعه امر بالمعروف عن المنكر؟ اه، يعني انت عندك حديث بيقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني لو واحد، انا واحد بيشرب خمره في الشارع، تروح تغير بايدك؟ اه، غير بايدي. شوف انت، هم زيهم بالظبط. يبقى بيحطك في نفس الايه؟ ايه؟ طيب بيقول بقى ولهذا صارت الاصوليه عند الغربيين رمز للوحشيه والانغلاق ومعاكسه تيار الحياه والجمود. طب كمان لما نضيف بقى حكايه تطبيق الحدود، الرجم وقطع اليد والقتل بالسيف والحاجات ديت، ده كده المساله ايه؟ خلصت خالص. انت على فكره خلينا، الحاجات دي مهمه والله. انا عايزك تفتح في راسك كده فولدر وتسميه كيف يراك الاخرون. اصل احنا في اوقات كتير احنا كاخوه او طرف اسلامي او طرف سلفي تحديدا مسلين بعض. انت عارف يعني ايه عمر مسلين بعض؟ يعني احنا مبسوطين من بعض. يعني احنا مبسوطين من بعض. انت بتتكلم كلام كويس عاجبني وانا بتكلم كلام كويس عاجبك، واحنا الاثنين مسلين بعض. طب بقيه الدنيا بقى اللي بره ديت ما تشغلش بالك بقى، يعني ما تشغلش بالك بيهم قوي. يا عم الناس اللي برضه المسلمين وناس حلوين وناس بتحب الدين وناس عايزه، اخواننا اللي خدوا التجارب السياسيه وخدوا التجارب الاعلاميه يحكي لك حاجات عجيبه والله العظيم. يعني لولا بس ان في اسماء الناس اصحابها ممكن يقعوا في حرج، يعني واحد كبير جدا جدا في البرلمان، انت شوف لك كام واحد في البرلمان؟ 11 واحد. راح كلم الاستاذ محمد صلاح خليفه وقال له انا والله ما عايز اعمل حاجه تغضب ربنا. وراجل في اللجنه التشريعيه. قال له دي امانه من هلك قدام ربنا سبحانه وتعالى، لما تلاقي حاجه فيها مخالفه شرعيه نبهني. راجل كبير يعني، لا يعني داخل على كام، 70 سنه، مش حد صغير، مش تلميذ يعني. انت واخد بالك؟ وزيره ما من الوزيرات يعني. لو انا قلت لك اسمها تستغرب يعني، متبرجه وحالتها حاله يعني. كانوا في مره في مكان كده واحد النواب اللي موجودين، الاخوه موجود، فسلمت على في محافظه من المحافظات، سلمت على الناس كلهم، فجت عليه فقال لها انا اسف انا مش بصافح النساء وكده. وعرض قضيته وعرض الطلبات اللي عنده في المحافظه ديت وبتاع، فكان عرضه هو منمق وبليغ كده. فكل شيء تقول زي ما النائب اللي ما بيسلمش بيقول، زي ما النائب اللي ما بيسلمش بيقول. وبعد كده بعد ما انتهى اللقاء ده راح لها لوحدها يعني كده. ولا على فكره المساله مش انتقاص من حضرتك ولا حاجه، ده المساله دي مساله شرعيه، ودي بالنسبه لي امر شرعي. قالت له والله لو كنت مديت ايدك وسلمت عليها كنت هتنزل من نظري. واقول لك حاجه، انا ابني زيك كده، وابني لما بقى زيكم كده فرق جدا جدا في تعامله معايا. انت تخيل حاجه زي ديت ولا لا؟ قول انت بقى. اخ من اخواننا الدعاة اللي هم ائمه الاوقاف راح في دوره تدريبيه في القاهره، جالهم واحد قياده كبيره جدا في جهاز حساس جدا في الجيش، فقال لهم انا زوج اخت الشيخ فلان الفلاني احد الدعاة المشهورين، واحنا بيتنا متربي على كذا ومعانينا في التدين كذا. فمساله ان انت تبقى مسلي نفسك بس كده وقاعدين مع بعض مسليين بعض كده ومبسوطين من بعض وخلاص سايبين الدنيا دي كلها بقى ايه؟ مالناش دعوه بيها، ده ما ينفعش. وما زالت الاخوه تعشق الزوايا الصغيره. حس بالاصاله كده. الزوايا الصغيره اللي هي يعني ما ايه؟ الناس بتصلي وتسجد فوق رجلين بعضها كده ويقول لك دي بتذكرني بالزمن الجميل. يا عم الله يسامحك. يا جماعه. يا جماعه فرقوا بين التعامل مع الامر الكوني القدري بصبر وسعة صدر وحسن ظن في الله، وبين استدعاء الاشياء دي والحرص عليه. انت لو في امكانك دلوقتي تطلع في برنامج تلفزيوني تاثر في ملايين الناس، صوتك يوصل لملايين الناس، ولا ان انت تفضل بتتكلم مع خمسه سته بخطاب معين هو يصلح لهم بس؟ مش مسؤوليه شرعيه عليك انك تتكلم بالخطاب ده يتواكب مع الناس. هو مش ربنا سبحانه وتعالى انزل على النبي عليه الصلاه والسلام قوله
أشداء على الكفار الرحماء بينهم؟ هو المقوقس ده كان كافر ولا مسلم؟ حاكم مصر. طب هرقل كان كافر ولا مسلم؟ طب ما لما بعت له رسالة قال له إلى هرقل عظيم الروم ليه؟ وأنا عايز حد بس الحديث ده مش في البخاري وإحنا قريينه والحافظ ابن حجر اتكلم عليه. ما هو دي بقى من الحاجات اللي تزعلك، إن الناس حتى مش هتطلع تطلع للأحاديث وشروحها تشوف إيه اللي بيتقال فيها، صور ذهنية وصور نمطية وقوالب نمطية وذهنية معلبة ومش عايز تطلع بره منها. والعجيبة ينفحك عنها كأنه رائد من رواد الثبات على المبادئ وانت رائد من رواد التمييع، والمعركة بقى بين ان انت عايز تميع القضايا وهو الراجل بقى ايه ثابت على المنهج. فوق يا عم، فوق، الله يصلح حالك. مش كده، بلاش المزايدة في غير محلها، بلاش المزايدة في غير محلها. المهم بيقول ايه بقى؟ وحينما تعالت حركة الالتزام بالإسلام لدى الشعوب المسلمة وتجاوزت حدود التدين الفردي إلى السعي نحو صياغة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية صياغة إسلامية فيما أطلق عليه اسم الصحوة الإسلامية. بصراحة ده تعبير أو تعريف في جيد لكلمة الصحوة الإسلامية، بس هو إيه يعني تعريف مركب شوي، بس تعريف جميل بصراحة. بيقول الصحوة الإسلامية دي عبارة عن إيه؟ إن حركة الالتزام بالإسلام لدى الشعوب المسلمة تجاوزت حدود التدين الفردي، إن الراجل لما يطلع معاش يشتري سجادة وسبحة ويقعد يصلي، إن الواحد اللي محب للتدين ده حالة في نفسه كده، لا، حالة التدين عند الشعوب المسلمة تجاوزت الحالة الفردية إلى السعي نحو صياغة الحياة الاجتماعية. اجتماعية يعني في الجواز والطلاق، اجتماعية يعني في العلاقات بين الرجال والنساء والعلاقات بين الأباء والأمهات والأباء والأبناء، الاجتماعية يعني بينك وبين غير المسلمين، المجتمع اللي تعيش فيه، والحياة السياسية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أنظمة الحكم، مكونات الدولة، والفكرية، الإعلام والأدب والاجتماع وعلم النفس والفلسفة، القصص دي كلها صياغة إسلامية. يبقى فكرة الصحوة هي الانتقال من حالة التدين الفردي إلى حالة نحو صياغة حياة إسلامية في الجوانب الاجتماعية والسياسية والفكرية، وطبعا هو عشان الرقابة ما كتبش، والعسكرية والدعوية كل حاجة، خلاص كده. يقول وكان من ضرورة ذلك أن يصطدم هؤلاء الإسلاميون الساعون لإصلاح الحياة إسلاميا بالعلمانيين الذين يقفون في الخط المقابل رافضين أن يداخل الإسلام الحياة. العلمانية في تعريف بسيط جدا، فصل الدين عن الحياة، الحياة تمشي براحتها والدين في جنب تاني. الحياة دي بقى يعني إيه؟ يعني أنظمة المجتمع اللي انت عايش فيه. التدين بالنسبة لك سماعك للمنشاوي هو هو سماعه لمقطوعة موسيقية لباخ مثلا أو لموتزارت أو لأي حد من الناس دي، هو كده، هو بيحب كده. انت بتحب تسمع المنشاوي وهو بيحب يسمع موسيقى كلاسيك، هو حر وانت حر. طب تعالى بقى نعمل نظام اقتصادي للبلد. القرآن بيقول اللي انا بسمعه، واحل الله البيع وحرم الربا، لا ده ملوش دعوه بينا، اسمع براحتك. فهمنا بقى الفرق؟ وبناء عليه العلمانيه نوعين او قسمين، بيسموها علمانيه شرسه او متوحشه، والعلمانيه الثانيه المعتدله. العلمانية الشرسة ديت اللي بترفض وجود الدين اصلا في الحياة، مش بتفصله بس. مين النموذج بتاعها؟ ها؟ لا مش تونس برضو، لا تونس ما عملتش كده ولا فرنسا. الثورة البلشفية لما قامت في الاتحاد السوفيتي عملوا ايه؟ اي واحد كان بيعلن ان هو ليه اي توجه ديني بيعملوا فيه ايه؟ بيعدموه، مسك معاك المصحف اللي هو المفروض بقى حريه فرديه، هو بقى تتعدم. العلمانيه المعتدله اللي هي اوروبا بيسموها كده، عايز زي فرنسا فيها المسلمين هناك تاني عدد سكان او عدد مواطنين اللي هم المسلمين، وكثير جدا منهم من شمال افريقيا. بس ايه؟ يطلع عادي جدا يطلع لهم قانون منع النقاب، عادي جدا، دي حاجه ودي حاجه. عادي جدا يمنعهم من دخول بعض المدارس،
الا بمواصفات معينه ما فيهاش مشكله. فالعلمانيه واقفه في الناحيه دي والصحوه الاسلاميه واقفه في الناحيه دي. بيقول رافضين ان يداخل الاسلام الحياه وفق المدى الذي يريده الاسلاميون، سواء كان هؤلاء العلمانيون من الساسه الرافضين لتطبيق شريعه الله، ام من المثقفين والمفكرين، ام من الاعلاميين. برضه هنا هنقف وقفه. يبقى اذا يا اخوانا في الشر خيار. يبقى ساعات بيبقى في حاكم غشوم بس قومي ومن مكونات الفكر القومي عنده الدين، وفي حاكم ممكن ما يكونش غشوم قوي بس يكون علماني قح ما عندوش مكونات الفكر بتاعه فيها الايه، فيها الدين. انت كراجل بقى هتطلع من اطار الخن اللي انت عايز تعيش فيه والزاوية الضيقة وعايز تتكلم على مستوى اكبر. في الشر خيار ولا مش في الشر خيار؟ صح ولا لا؟ ده هقول لك حاجة، العلمانيين نفسهم بينهم وبين بعض فوارق وخيار، لكن خلاصة الكلام يعني ان انا بقول لك ان ايه، ان ده فرق اهو. واحد عايز يجي يعمل لك النسخة الامريكية هنا وهو ليبرالي وعلماني، واحد تاني لا ليبرالي وعلماني عايز يعلم البلد ويلبرالها بس مالوش انتمائه او وجهته او قبلته او بوصلته غربيه بالطريقه دي او اجندته بالطريقه دي. يبقى في خلاص انا عايز اوصل له هنا، في الشر خيار ولا لا؟ في الشر خيار ولا لا؟ وده اللي كان يلاقي بقى ضغط شديد جدا وضغط هائل من ان باترسون ايام 3/7 ان البلد عبر رئيس وزاره. طب هو ايه الفرق بين البلد والبيبلي عنده؟ يبقى هو اكيد طالما هم يعني احنا طبعا هم بيقول لك انتوا ايه الفرق بين البابلاوي والبرادعي؟ انا بسالكم نفس السؤال، طب وايه الفرق عندهم بين البابلاوي والبرادعي؟ ليه مصممين على فلان ده؟ الى غير ذلك. يبقى بيقول ان من ضروره ان الصحوه الاسلاميه دي بدات تظهر انه بدا يصطدم هؤلاء الاسلاميون الساعون لاصلاح الحياه اسلاميا بالعلمانيين الذين يقفون في الخط المقابل رافضين أن يداخل الإسلام الحياة وفق المدى الذي يريده الإسلاميون، سواء كان هؤلاء العلمانيون من الساسة الرافضين لتطبيق شريعة الله، أم من المثقفين والمفكرين، أم من الإعلاميين. وكان من أبجديات الموقف الإسلامي رفض الفلسفات والفكر الغربي المخالف للإسلام ومقاومة حركة الحداثة التي تستهدف استبدال قيم الحضارة الغربية المعاصرة بقيم الإسلام في التصورات والأخلاق. الباء بتلحق بالمتروك، يبقى استبدال قيم الحضارة الغربية بي يعني مكان قيم الإسلام في التصورات والأخلاق. انت عارف محاولة تحويل القضايا اللي هي من الثوابت دي لقضية الرأي ورأي الآخر، احنا للأسف في المرحلة دي دلوقت، مرحلة سنجل مزر، الأم المفردة اللي تجيب عيل لوحدها ويطلع الناس ما بين موافق وما بين ايه، وتبقى قضية رأي عام وناس موافقه وناس مخالفه. البنت اللي بتخلع الحجاب وتصور نفسها من غير حجاب وتطلع على صفحتها وتقول انا تخلصت من الاغلال ومن الحجاب، ناس تدخل مؤيده وناس ايه؟ معارضه. ده الموضوع ما وصلش على كده مؤخرا، ان يقع الطلاق الشفوي ولا لا يقع؟ ان الطلاق الشفوي يقع ولا لا يقع؟ تتحول هي كمان لقضيه ايه؟ قضيه راي وراي اخر. صحيح الازهر طلع بيان، بس احنا عندنا برضه زي واحد زي الدكتور سعاد صالح من الازهر، وعندنا واحد زي الدكتور سعد الدين هلالي دكتور في الازهر قالوا كلام زي مخالف للبيان بتاع الازهر، ويبقى الراي والراي الايه؟ الاخر. كارثه مساله الايه؟ ان انت يبقى عندك حاله كل حاجه تتحول للراي والراي الايه؟ والراي الاخر. عشان كده بيقول ان قيم الاسلام في التصورات والاخلاق عرضه لانها تستبدل، ولازم الناس تفوق. لازم الناس تفوق. احنا عندنا هنا مثلا رئيس مركز مدينة كذا وكذا في بلدنا هنا في محافظتنا نساء، دي حقيقة. انت كنت تتخيل في يوم من الايام ان الامر ده يحصل؟ لو الموضوع ده مثلا من 15 سنة كان يبقى مقبول، كان يبقى مقبول من 15 سنة ان في واحدة ست تبقى عمدة، ان في واحدة ست تبقى مأذون؟ فكل ده تغيير في ثقافة الناس وتصورات. طب مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ بدأ يطلع حملة دلوقتي للجمعيات النسوية ديت ان البنات اللي اهاليها مزهقاها، فعلا في بنات بتعاني من الاضطهاد في بيوتها. النتيجة كانت ايه؟ عملوا كده حاجة زي لوبي كده
وخلاص احنا سيبنا بيوتنا وكل واحده تطلع تحكي تجربتها. سيبنا بيوتنا وعشنا اللي عاشت في القاهره واللي عاش في اسكندريه وكملنا تعليمنا واشتغلنا وعايش لوحدنا من غير اهل. وتسويق الفكره دي وترويجها. خلي بالك انت بتعاني من ايه؟ انت بتعاني فعلا ان في بيوت ظالمه. بس عمر يكون الحل عندنا كمسلمين ان واحده بتسيب بيتها وتطلع كده؟ عمرها ما كانت تحصل. الكلام دلوقتي عن حقوق الشواذ. حقوقهم، واحد يقول لك هو حر يعمل اللي عايزه. وهو ده اللي المجلس العسكري استعمله عشان يفتت او يفض الناس في قصه 25 يناير. هو اغلب الشباب اللي قاموا 25 يناير في الميدان شباب ليبرالي، عايزين الليبرالية على ابوها بقى، اللي هي الحريه الكامله. ليه يعمل حاجه يعملها؟ لدرجه ان احد النشاطات بتاعتهم كانت نشطه نسائيه كانت بتتصور عاريه في مصر وفي السويد ومش عارف في كل حته. وشايفين وكان عندهم من الوقاحه والبجاح ان هم ينشروا صورهم جوه الميدان وداخل الخيام وغيرها على النت علنا، وهي دي حياتنا واحنا كده. والفاظهم الخارجه وكلامهم عن سب الدين وهي دي حياتنا، واحنا عايزين المجتمع كل اللي في دماغه حاجه يعملها، مش عايزين وصايه من حد. فبدات انت تتكلم عن الحلال والحرام وهويه الدوله، يقول لك الفاشيه الدينيه. فبدا خلاص بقى قال لك دي ايه ده، خد يا جماعه، وبدا يطلع لك الايه الكلام بتاع الناس دي عايزين يقولوا ايه بالظبط. فما زلنا بنقول ان الشر فيه خيار حتى ما بين العلمانيين ايه نفسه. ومساله ان محاوله استبدال القيم الاسلاميه ديت تجري على قدم وساق. نتيجه هذا الصراع ما بين الصحوه الاسلاميه والاسلاميين يسعون للاصلاح وما بين العلمانيين، اطلق الغرب على هذه الصحوه الاسلاميه فاندمنتاليزم، وترجمت بالاصوليه، وعرف اصحابها بالاصوليين في مقابل العلمانيين. وصار الاعلام الغربي والعربي بالتبع يتسقط المنتسبين للصحوه الاسلاميه بفكرتهم او بهيئتهم لحيه وحجابا او حتى بمجرد دعواهم، بل قد يدرجون اناسا في الصحوه وان كانوا ابعد الناس عنها، صار يتسقطهم ليسجل في صحيفه سوابقهم كل احتجاج يقومون به على صورة الانحراف، وكل مطالبة بالحكم بما أنزل الله، وكل اتهام موجه لأحد منهم حتى يؤكد صدق تصوره. ومع هذا فليست الصورة محصورة بهذا التصنيف. إسلاميون كلهم أصوليون مقابل العلمانيين، خاصة في المجال الفكري. ليه؟ عايز أقول لك المعركة كانت فيها الأول وضوح كامل، إسلاميين وعلمانيين صف وصف. هو هنا بيذهب الدكتور عبد الرحمن زنيدي لحاجه كده، ان حصل فيه انكساره في من بعد اواخر السبعينات واوائل الثمانينات، انكساره للمد العلماني في العالم الاسلامي، انكساره حقيقيه. ادت الى ايه بقى؟ بيقول كان من اثار خبو وهج العلمانيه في البيئات الاسلاميه ان تقمص بعض اتباعها رداء الاسلام ليتحركوا تحت رايته بعلمانيتهم بأسماء مختلفة كالإسلام التقدمي وفكر الاستنارة الإسلامي أو اليسار الإسلامي. وصار هؤلاء الاستناريون الملقبون بالمفكرين الإسلاميين يفسرون الإسلام على أنه قومية أو مجرد قيم عليا، عدالة وجلبا للمصلحة وضرءا للمفسدة، للمسلم أن ينظم حياته على أساسها كيف شاء. أما أن الإسلام منهج حياة متكامل، وأن إسلامية الفرد والمجتمع لا تكتمل إلا بالتزامه بهذا المنهج عقيدة وعبادة ومعاملات مما ينادي به الإسلاميون، فهو عندهم ردة حضارية، وهو عندهم التزمت المرفوض الذي يقاومه هؤلاء الاستناريون باسم الإسلام نفسه الذي هو دين علماني، كما يقول حسن حنفي وأركون محمد أركون ونحوهم. ومن هنا تجاوز التصنيف كونه إسلاميون أو كونه إسلاميين مقابل علمانيين إلى كونه إسلاميين أصوليين متطرفين مقابل تقدميين أو مفكرين إسلاميين مستنيرين. والمقصود خلاصة ما سبق أن هذه كلها تعريفات معيارية مبنية على مسبقات المخالفة أو الرفض للسلفية أو تعريفات للسلفية من خلال بعض آثارها ومواقف دعاتها دون مقوماتها وأصولها.
مع أن هذه الآثار والمواقف قد لا تعكس حقيقة المقومات والأصول. وهذه المقدمة قبل التعريف وإن كنا قد أطلنا فيها، هدفها بيان أن كل هذه التعريفات للسلفية ليس مبناها على قواعد التعريف الصحيح التي تميز المعرف من أصل اشتقاقه ونشأته والتطور التاريخي له، وهذا هو ما سنحاول أن نبينه بإذن الله تعالى. هنقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عند عنوان معنى السلفية لغة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.